السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون تم إطلاق خدمة ترامبيس والتي ستمكن المواطنين من التنقل من سلا إلى تمارا بثمن 8 دراهم فقط باستخدام الترامبوي والحافلة بتذكرة واحدة. بالنسبة لمحطة القطار المدينة وبكل صراحة الأشغال بطيئة جدا والوضعية كانت مأساوية في ليلة الرابع من مجنبر حيث غرقت المحطة تحت وابل من الأمطار وكان من الصعوبة النزول والصعود إلى القطار من الرصيف الأيمن للمحطة. إذن نترككم مع هذا الفيديو ولا تنسوا الضغط على زر لايك ووضع تعليق لتشجيع القناة وتشجيعنا على وضع المزيد من الفيديوهات.
Thank you.